محترفة الثانية لكرة القدم موسم 2024-2025، الجولة الأولى في المجموعة الأولى باش نلقاو فيها مباريات جمعية ريانة مع أمل حمام سوسة، هلال مساكن والنادي الرياضي لحمام لام، فالملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة يستضيف سبورتينغ الموكنين، القلعة الرياضية مع النجم الرادسي، جمعية مقرين، جندوبة الرياضية، مكارم المهدية يستضيف النادي القربي، ومستقبل وادي الليل مع مستقبل المرسى. في المجموعة الثانية تقدم سقيطة الدائر يلعب مع نصر جلمة، أولمبيك سيدي بوزيد، هلال الشاب، الملعب الجابسي يستضيف أمل الجربة، مستقبل القصرين مع الرالوي، محيط قرقلة مع بعث بوحجلة، شبيبة القيروان تستضيف هلال الردايف، وكوكب عقارب مع أمل الرقبة. في نظام البطولة ما ثماش تغيير مقارنة بالموسم الماضي، صاحبي المركز الأول من كل مجموعة يصعدوا للرابطة الأولى، وأصحاب المراكز 13 و14 يغادروا نحو الرابطة الثالثة مستوى أول. انطلاقة البطولة تكون السبت 12 أكتوبر، ودائما تخصص أيام السبت للعب مباريات المجموعة الأولى، وأيام الأحد للعب مباريات المجموعة الثانية. إلى المسابقة القارية للأندية التونسية، برنامج وتعيينات حكام مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني لتهم الأندية التونسية، دور هذا نذكر يسبق الدخول لدور المجموعات في رابطة الأبطال. نهار السبت 17 في رادس الترجي يستضيف ديكيداها الصومالي، تحكيم التوغولي أكليسيو غناما، ذهاب 4-1 للترجي. نهار السبت أيضا ولكن 8 متاع الليل في الجزائر، مولدية العاصمة مع الاتحاد المونستيري بصفيرة الحكم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل، ذهاب 1-0 للاتحاد المونستيري، وأبناء الرباط بشي سافروا نهار الخميس للجزائر في طائرة خاصة. في كأس الكاف السبت 6:30 في ملعب طيب المهيري، نادي صفاقسي مع روكينزو البوراندي، مباراة سفر الحكم الكونغولي مالالا كابينغا، والذهاب كان فيها الفوز للسياسيس 1-0. طبعا نهار لحد الختام الستة في الجزائر وتحديدا في ملعب وهران، اتحاد العاصمة يستضيف الملعب التونسي، تحكيم السوداني صبري محمد فضل، الذهاب نذكر 1-0 للملعب التونسي في ملعب رادس، وسفر ابن باردو مبرمج في رحلة عادية تنطلق نهار الخميس الصباح من مطار تونس كارتاج. طاقم تحكيم تونسي أيضا مش يصفر مباراة إياب الدورة التمهيدية الثاني في رابطة الأبطال بين سان داونز الجنوب أفريقي ومبابان سوالوز من سواتيني، نهار السبت في بريتوريا، حكم رئيسي صادق السلمي بمساعدة وائل المحواشي ومحمد بكير ونضال الطيف مش يكون في خطة حكم رابع. إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى، نهار لحد تلعب الدفعة الثالثة من الجولة الثانية 4:30 مباراة في ملعب رادس باش تجمع النادي الأفريقي مع شبيبة العمران. الجولة من بعد تكمل بين الأربعاء 25 سبتمبر والخميس 26 سبتمبر بمواجهات مستقبل سليمان الترجي ونادي صفاقس اتحاد بن قردان بالأربعاء، ثم نهار الخميس الملعب التونسي نجم المتلوي والاتحاد المونستيري مع النجم الساحلي. نذكر في الدفعة الأولى والثانية الأولمبي الباجي كان ربح مستقبل جابس 1-0، قواف القفصة خسر أمام الترجي الجرجيسي 3-1، واتحاد تطاوين كان ربح نادي البنزرتي 2-0. وعلى ذكر النادي البنزرتي، بديل المدرب عماد بن يونس اللي تمت إقالته بعد هزيمة تطاوين هو ابن النادي سامي القفصي اللي دربه في 2021 وخاض معه 10 مقابلات، ودربه أيضا من مارس 2022 حتى جوان 2023، وهذه المرة الثالثة في تجربة جديدة يتحدث عليها سامي القفصي على موجات الإذاعة الوطنية. هو صحيح مارتين اللي رجعت فيه النادي البنزرتي كان في وقت نلعب على تفادي نزول، مرة هذه مع بداية موسم اللي فيه شامبيونات على مدى طويل ما عادش فيه البلاي اوت والبلاي اوف، ان شاء الله تكون تجربه ناجحه كيما زوج تجارب اللي تعداو، ماهيش سهله كيما يظنوها برشا ناس، فيها برشا خدمه برشا تضحيه. المجموعه جديده بالنسبه لي انا، مش فرد مجموعه اللي كانوا زوج مواسم اللي خذيتهم، ماهيش اول مره حتى في اتحاد تطاوين الموسم الفارط نفس الشيء، حتى في التجربه في الخليج نفس الشيء، في سليمان الموسم نتاعي نفس الشيء، بديت وجمعه اللي بعد دخلنا شامبيونه في بريس اكزاكتومون لا ميم سيتياسيون تاع سي بي باش نبدا معاهم نعمل ريبيز نتاعهم في العشيه، وجمعه هذه عندنا ماتش اميكال وندخلوا في شامبيونه الجمعه. دونك عندي اكسبيريونس ان شاء الله نوظفها مع المجموعه، نوظفها مع جوريت، خاطر كيما تعرف انت بعد لي بريميير اكتور في الفريق هما الاولاد. الحق نتاع ربي ما قصروش الموسم الفارط، حتى الموسم هذا بون صحيح عملوا بوتيتر ان ديبار مش على قد الامكانيات نتاعهم، ان شاء الله تتحسن الامور نتاعهم سورتو مونتال، خاطر كاليتي موجوده في نادي الوزارتي، ان شاء الله هما يكونوا مونتالمون حاضرين باش يتعداو لي زوبجيكتيف نتاعهم ويتعداو لي البيرفورمانس اللي كانوا عليها سوسوا في السيزون تاعنا ولا حتى في البريباراسيون مع سي اي ام اللي نشكرو بالمناسبه اللي خدم خدمه كبيره، وهذيك هي الكوره. حكيت مع
سي سمير البارح باش نعمل موسم باين نبداو شي كلاسي في الميليو دو كلاسمون في الخامس سيزيام سيتيام بلاصه على قد الامكانيات نتاع اللاعبين نتاعنا اي بوركوا با تعرف انت من بعد كي تبان بكوره الاوبجيكتيف يقعد هذاك هو بيدو من بعد نتاع الكاليتي نتاع الجروب ومع الخدمه ان شاء الله نفرحوا الجمهور نتاعنا اللي حاطين ثقه كبيره في الاطار الفني اللي جاي حتى في الاطار الفني اللي كان قبله وما المسؤولين نفس الشيء ان شاء الله تكون يعني سيزون على قد الطموحات نتاع الجمهور نتاع الاداره ما الاوبجيكتيف مع الرئيس البارح باش نكملوا في الميليو دو كلاسمون سيزيام سيتيام بلاصه ان شاء الله وانت حكيت على الجمهور خليني نكمل معاك بميساج لجمهور السي ابي اللي يعشق فريقه واكيد يحب النتائج الايجابيه هو صحيح كما تعرف في كل موسم المواسم الاخرانيين ديما جمهور يطالب بالنتائج وبالاداء في نادي الزنبزرتي هما ينسميه رقم واحد خاطر باش يكون سند للفريق دوما احنا بالخدمه باه وعشيه وليل باش نفرحوهم ونقدموا مستوى اللي يقبل الفريق وبالعلاقه نتاعنا وبسورتو بالجمهور نتاعنا اللي في كل مباراه يبدا موجود بعدد كبيره في الميدان نتاعنا ولا حتى في الديبلاسمون يبدا موجودين مع الفريق ان شاء الله ونبقى مع المدربين والمدرب عماد بن يونس ما قعدش برشا من غير جمعية باعتبار أنه اتفق رسميا مع هيئة نجم المتلوي لتدريب الفريق خلفا للمنظر مخلوف اللي انسحب بعد الجولة الأولى وغدوة تكون بداية بن يونس قواف القفص أيضا اتفق مع المدرب جمال خشيرم لتدريب الفريق خلفا لسمير الجويلي اللي أشرف على الفريق في الجولة الثانية قبل نذكر كان جهاد زروق في الجولة الأولى سفيان الحدوس ينطلق في التحضيرات مع الفريق يعني أربع مدربين في القواف وإحنا مازلنا في الجولة الثانية مباراة ودية تتلعب غدوة الأربع ونص في سوسة استعدادا للجولة الثانية من البطولة باش تجمع النجم الساحلي بمستقبل سليمان حارس النادي الصفاقسي أيمن دحمان تعافى من الإصابة اللي تعرض لها في بداية التحضيرات ومن المنتظر عودته اليوم العشية للتدريبات مع المجموعة في كرة السلة اللجنة المستقلة للانتخابات بالجامعة قررت قبول ترشح قائمة الرئيس الحالي علي البنزرتي قبل موعد الجلسة العامة الانتخابية نهار 22 سبتمبر قائمة البنزرتي هي الوحيدة بالسباق وبالتالي يخلف نفسه لمدة نيابية جديدة من 2024 ل 2028 خرج تونس دوري أبطال أوروبا في شكله الجديد اليوم البداية من المجموعة من الجولة الأولى الستة غير بوع جوفنتوس الإيطالي مع بي اس في ايندهوفن الهولندي يونغ بويز السويسري مع استون فيلا الإنجليزي ثم الثمانية أربع مباريات ميلان الإيطالي مع ليفربول الإنجليزي ريال مدريد الإسباني وشتوتغارد الألماني بايرن ميونخ الألماني مع دينامو زاغرب الكرواتي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي مع ليل الفرنسي في دوري أبطال آسيا اليوم الجولة الأولى أهم المباريات الخمسة مباراة الريان القطري مع الهلال السعودي قبلها ماضي ثلاثة باختكور الأوزبكي أمام الوصل الإماراتي واليوم الصباح جوانججو الكوري الجنوبي كان ربح يوكوهاما الياباني 7-3 في البطولة الإسبانية من الجولة السابعة اليوم أيضا ثمانية مباراة ريال مايوركا مع ريال سوسيداد قبل ما نكمل نذكركم بالرابطة المحترفة الثانية أنه اليوم تمت القرعة الجولة الأولى باش تكون بين 12 و 13 أكتوبر القادم نهار السبت تتلعب مباريات المجموعة الأولى ونهار الأحد تتلعب مباريات المجموعة الثانية وما ثماش تغيير على مستوى نظام البطولة الأول من كل مجموعة باش يصعد للرابطة المحترفة الأولى الموسم القادم وأصحاب المراكز 13 و 14 من كل مجموعة ينزلوا للرابطة المحترفة الثالثة مستوى أول هكا نكون وصلنا لختام اخبار رياضه جمل تحيات شهير الكافي في الامان كل نهار اثنين بعد موجز العشره الاذاعه الوطنيه والوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه يربحوكم تركيب مجاني